ضرينا اخويا قلب الشهر وحنا قافلين اخويا كريان قافلين. ما احنا نسلم باب الاولاد من كبرنا احنا نخدموا الهواتف في النقاله في مدينه عنابه. نطلبوا من السلطه تشوف لنا تشوف لنا بيحلوا لنا السنتر هذا تاع رانا نخدموا فيها تاع الهواتف في النقاله. انا كريان اخويا وقافلين هنا وحنا نخدموا في التليفون مش نخدموا في السميد والكوفير. يجيك واحد زوز ثلاثه مش وبرا ما عندناش الا قال غاشي كبير ولا حاجه فهمتيني خويا. جراء هذا الوباء كورونا ورانا مضرينا بالبزاف بيسك عندنا مسؤوليات، عندنا محلات كيما انا عندي 7 محلات، عندنا عقود كراء، عندنا عوايل راهم يسترزقوا معنا. نطالب المصالح المعنيه انهم ياخذوا محلات الالبسه بعين الاعتبار، نخليونا نزاولوا النشاط تاعنا في شهر رمضان المبارك هذا. ونناشد رئيس الجمهوريه لمراعاه ظروفنا وظروف جميع العمال الذين يسترزقون من هذه المحلات. تقريبا كل خدام كل محل فيه 6 خدامين. 6 خدامين كل واحد عنده 5 في العائله. يعني لا غالب رانا مضرورين من كل النواحي. ندير بريار اخويا في داخل هذا الحانوت تاعي فهمتني وكل واحد ما يطرى اخويا من بيناتهم الكليون كيف لي فارماسي. هم لي فارماسي درك دايرين برياره في الباب يحكي معاه الكليون من البيت. تغي تصلح حتى هنا ولا جات غير في الصندر تاعنا قفلوا علينا لحوان كل قد تخدم.